إن أحد الكائنات الأكثر غرابة التي وجدت على سطح كوكبنا كان حيوان التشارلي كوزير، وهو حيوان من السلف البعيد للحصان، ولكنه في الوقت ذاته يشبه الغوريلا كثيرا، حيث كانت أرجله الطويلة والقوية تشبه كثيرا أذرع الرئيسيات، حتى إنه كان يمشي أحيانا على رجلين فقط مثل ما تفعل تلك الحيوانات الآن. وعلى الرغم من كون غذائه عبارة عن نباتات وحشرات، فإن حيوان تشارلي كوزير لم يكن لديه أي أعداء لأسباب واضحة. تخيل كيف يمكن أن تكون الضربة من هذا الحيوان البالغ طوله 4 أمتار ووزنه يقارب الطن. منذ ما يقارب 500,000 عام عاش حيوان لا يزال الكثيرون لا يصدقون بوجوده على الأرض، ويسمى ذو القدم الكبيرة الشهير. كان هذا الكائن الضخم من الرئيسيات الأكبر حجما على الإطلاق، حيث بلغ طوله ما يقارب 3 أمتار ووزنه حوالي 500 كيلوغرام. عاش هذا القرد الشبيه بإنسان الغاب فيما يعرف حاليا بالصين والهند. يعتقد بعض علماء دراسة الحيوانات أن المخلوقات الأسطورية مثل أليتي والساسكواتش وذي القدم الكبيرة من الممكن أن تكون مجرد أشكال مختلفة للمخلوقات التي بقيت على قيد الحياة حتى الآن. أخبرنا، ماذا تعتقد أنت؟ إذا شعرت بإحساس غريب من الخوف عند السباحة في البحيرة أو البحر دون أن تدري ماذا يوجد تحتك، ففي المستقبل عليك أن تكون شاكرا أن تلك السمكة المسماة هيليكوباريون قد انقرضت. تعد تلك السمكة الأكثر غرابة وإثارة للذعر في البحار منذ عصر ما قبل التاريخ، ليس فقط بسبب حجمها الذي كان مماثلا لحجم سمك القرش الأبيض، وإنما بسبب أسنانها المميزة التي تشبه منشارا دائريا كهربائيا، حيث إنها وبمجرد أن تعض فليس لفريستها مفر. تميزت تلك السمكة بأسنانها الحادة كالسكين المسنون للتو بدلا من اللسان. كان الاسم ثريم قرنا أكثر منه حيوانا. هذا الكركدن الضخم في عصر ما قبل التاريخ، والذي يطلق عليه الكثيرون وحيد القرن البشع، الحيوان ذا القرن الضخم الحاد الذي من الممكن أن يبلغ طوله 2 مترين، عاش هذا الكركدن منذ 10,000 سنة، لذا من المؤكد أنه قد تقاسم الأرض مع أسلافنا. كما لاحظت، كانت الحيوانات في الماضي أكبر حجما منها الآن. كان هذا يرجع إلى نسبة الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي آنذاك. فلننظر إلى اليعسوب على سبيل المثال، لا يتعدى حجم هذه الحشرة 10 إلى 15 سنتيمترا، وعلى الرغم من ذلك منذ ملايين السنين كان حجمها يقترب من كلب متوسط. حيوان الساركوسوكوس المعروف بالتمساح آكل الديناصورات. هذا التمساح الهائل الذي سيطر على الأنهار الإفريقية في العصر الطباشيري، وإن كنت لا تصدق حجمه الضخم بعد، فعليك أن تقوم بالمقارنة بين حجم رأسه وحجم الإنسان. السلف الضخم للآيل في أيرلندا يبلغ طوله 2.2 متر ووزنه حوالي 1.2 طن. هذا بالإضافة إلى قرنه الهائل الذي يبلغ طوله حوالي 3.5 متر، ومن الممكن أن يصل وزنه إلى 40 كيلوغراما. وكلما كبر وثقل القرن ارتفعت فرص الحيوان للتزاوج والحصول على شريك. أعتقد أن الأمور لم تختلف كثيرا. لا يشبه هذا الحيوان أي حيوان آخر كنت قد رأيته من قبل، فقد أشار من اكتشفه من العلماء إلى أنهم اعتقدوا في البداية أنه نوع من الكائنات الفضائية أو إحدى تجارب الحكومة الفاشلة. كان لدى هذا الحيوان البحري الغريب 30 زعنفة، وخرطوم يشبه خرطوم الفيل، وقارس غريب في فمه، كما كان له 5 أعين تسمح له برؤية بمقدار 360 درجة. حيوان يثير الذعر لمئات من الناس حول العالم الآن، نظرا إلى كونه ساما لأقصى درجة. ولكن إن كنت ترتعب من هذا الحيوان فلن تحب أن تعرف أنه كان يعيش في أعماق المحيط منذ 460 مليون عام.
العقرب المائي ذو الثمانية أرجل والذي يبلغ طوله حوالي متر ونصف المتر، والذي على الرغم من أن شكله يبدو مخيفا فإن مجموعة من العلماء قد أشاروا إلى أنه غالبا كان وديعا وهادئا للغاية في السابق. لا أعرف، ماذا ترون أنتم؟ لأنني لا يمكنني أن أعرف كيف أتحقق من هذا الأمر. كان هالوسيجينيا مخلوقا على شكل دودة، عاش منذ 508 مليون سنة، واسمه الغريب معناه الهلوسة، وذلك نظرا لاعتقاد من اكتشفوه أنهم كانوا يهلوسون عندما رأوا بقايا هذا الكائن لأول مرة. على الرغم من شكله المخيف، فحجم هذا الكائن يبلغ 5 سنتيمترات، وكان يتغذى على النباتات فقط. أنا أستطيع حكم العالم. يعتقد العلماء أن هذا الكائن هو السلف الأول لمعظم الحشرات اللافقارية التي نعرفها الآن. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.